كابتن بلال، مكاسب ماتش النهارده من وجهة نظر حضرتك والفترة اللي جاية، مستر موسيماني بيفكر ازاي قبل ماتشين الترجي؟ مكاسب النهارده زي ما الكباتن اتكلموا كده، يعني انت الاول ايه الهدف من الماتش؟ الهدف من الماتش ان انت النهارده تشوف بعض اللعيبه، تسترجع بعض اللعيبه في الملعب، تقيم بعض اللعيبه في بعض المراكز. يمكن كابتن اسامه اتكلم من شويه على رامي ربيعه في الرايت باك. انا النهارده عندي مشكله مع محمد هاني، فانا النهارده رامي، هل رامي زي ما قال كابتن عادل من شويه كده، هل مقوماته هو ده اللعيب اللي يصلح يكون رايت باك في النادي الاهلي؟ رامي عنده سرعه وعنده قوه، بيعرف يعمل كروس، يعني ممكن يجيد في الحته دي. نسبه الاجاده ممكن ما تكونش النهارده 80 90%، لكن هل نسبه الاستعداد موجوده ولا مش موجوده يا كابتن؟ وابتدي عندي اسبوعين اطور فيها، ابتدي اشتغل على حته مثلا اقف كويس، هعمل التغطيه العكسيه بشكل جيد، ازاي هكمل، ازاي ازيد. دي حاجات برضو يقدر يشتغل عليها المدير الفني لو شاف ان رامي عنده الامكانيات انه يقدر يلعب في الحته دي في المكان ده، وممكن ما يكونش متطلب منه في ماتش الذهاب انك مزبوط تهاجم على طول. مزبوط مزبوط. تمام، فبالتالي الجبهه اليسرى عندهم خطير بالظبط، فبالتالي يبقى انا هلعب ايه؟ يبقى انا هلعبه كانه سنتر باك ثالث. أيوه. طب يبقى واقف ثابت، عنده قوه، عنده سرعه، واستفيد زي ما قال الكابتن عادل من شويه بالطول بتاعه. النهارده برضو هبقى محتاج الاطوال في مرات هناك، هم من الفرق اللي بتجيد الكرات الثابته، بيلعبوا دماغهم كويس جدا جدا جدا، الكروسات رائعه جدا، حمدي نجاز رائع جدا في الكروسات. فانت هتبقى محتاج واحد يعمل التغطيه بشكل كويس، يكون دوره الاساسي فعلا سنتر باك. أيوه. تمام، يعني انا مثلا ممكن في ماتش زي ده محمد هاني 50% هجوم 50% دفاع، ما بقاش محتاجه. ايوه طبعا، ابقى محتاج واحد بستايل السنتر باك كده، اللي هو بيغطي كويس، قوي جدا، سريع، يقدر يقفل جبهه كامله، ما تبقاش مفتاح لعب، لان انت برضو عندهم مفاتيح اللعب الباكين. مزبوط. بس الباك الشمال افضل بكتير جدا من حمدي النجاس. معنى كده كمان ان هيخلي بالك هيكون لخط الوسط الامامي الطرفين هيكون ليهم دور دفاعي طبعًا. اكيد ومسانده دفاعيه لازم طبعا تعمل طبعا لازم يبقى في تغطيه، لازم يبقى في مسانده كبيره طبعًا. جدا. بص، انت بتلاعب فرقه الهدف من الماتش اللي هناك، يعني احنا قلنا مباراه النوك اوت مختلفه شويه عن مباراه الدوريات. انت بتلعب ماتش بره ملعبك، كل جول بيجي فيك او كل جول بتجيبه محسوب. صحيح. وله قيمه كبيره جدا جدا جدا. صحيح. كل دقيقه بتمر على الخصم هناك محسوبه وليها قيمه كبيره جدا، سواء اذا كانت ايجابيه او سلبيه. مزبوط. لان انت النهارده ال 45 دقيقه لما بيعدوا هناك والنتيجه 0-0، انت بتحط الفريق اللي هناك تحت ضغط شديد جدا 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 جدا، بيبتدي يفتح مساحات، وبتدي تلاقي عندك مساحات الكاونتر اتاكس، بتغير من فكرك، ممكن تغير من فكرك الشوط الثاني وتلعب بشكل مختلف تماما على حسب نتيجه اللقاء. ولكن فعلا الاثنين اللي هيبقوا موجودين تحت رأسي الحربة، الاثنين الرايت وينج والليفت وينج، دول هيبقى لهم دور مزبوط. قوي جدا طبعا. جدا جدا، ومساندة كبيرة طبعا. جدا جدا للاثنين الباكين بتوع النادي الأهلي. فبقول إن تجربة رامي تجربة جيدة. تمام، الاطمئنان على حمدي فتحي، قد يجوز وقت من الأوقات إنك تستخدم ثلاثة ميد فيلدرز في الماتش ده. صح. يبقى ثلاثة فلات بتلعب بيهم. مزبوط. يعني الشوط الأول لو عدى الشوط الثاني ممكن تدخل تغير من 4-2-3-1 ل 4-3-2-1 وتغير طريقة اللعب. صح. بحيث إنك تقفل نص ملعبك بشكل كبير عشان ما يجيلكش هجمات او ما يتاخدش منك الاستحواذ بشكل كبير. صحيح. فدي برضو ممكن تكون في افكار مستر موسيماني. صحيح. هيشتغل هناك ازاي؟ عندي اكتر من طريقه، لان انت بتلاقي فرقه برضو عندها خبرات، نهضه بركان فرقه كويسه لكن ما عندهاش خبرات النهائيات، ما عندهاش الثبات الانفعالي والثبات النفسي في الماتشات الكبيره. اللعيبه اللي عندها مش لعيبه بطولات، يعني هم خدوا بطوله الكونفدراليه ولكنها بطوله على جنب لوحدها كده. يعني بطوله افريقيه ولكن على جنب برضه ما فيهاش الصفوه من الفرق الكبيره. فالنهارده انت بتلاعب فرقه لا عندهم امكانيات، لعيبه جيده يا كابتن ايمن، لعيبه عندها لعبت نهائيات قبل كده، اخذت بطولات قبل كده، فانت بتلاعب فرقه تقريبا يعني قريبه من النادي الاهلي. صحيح. فلازم وانت بتفكر في الماتش تفكر في ستايل الفرقه اللي بتلعب قدامك، بتلعب ازاي، بتلعب قدام في ملعبها ازاي، نقاط الضعف عندها ايه، نقاط القوه الموجوده عندها ايه. فانا اعتقد مستر موسيماني النهارده التجارب اللي موجوده سواء اذا كانت حمدي فتحي او رامي ربيعه، اعتقد ان دول استفاده من وجهه نظر الشخصيه، يعني في الوقت الحالي، ودي اكبر استفاده من المباراه. لان انت في بعض المدربين ويعني والكباتن كلهم دربوا، يعني بيعمل ماتش عشان يطمن على العيب. بالظبط. ماتش كامل يعني. بالزبط. بيشتغل على ماتش كامل ويحضر ماتش ويجيبه هو تمام عشان يطمن بس على العيب، هل هو اصبح جاهز نفسيا، ما بقاش خايف، ما بقاش قلقان؟ لان انت برضو عشان تشيل حته القلق والرهبه من اللعيب لازم تحطه في ماتش. صح. مش بس تدريب. صح. فاعتقد ان دي يعني من اهم مكاسب الماتش، لان الحمد لله ان احنا عندنا استعداد جيد. وكمان عايز اقول حاجه، معلش اسف، الماتش الترجي
هيبقى نظره مختلفه شويه لمستر موسيماني. صح. انت الراجل اشتغل معاك بقاله فتره كبيره جدا، ما خدش 5 ايام راحه ورا بعض، اسبوع كامل. فانت النهارده عندك 3 اسابيع تقدر تشتغل فيهم كمدير فني. صح. تقدر تغير، تقدر تصحح. صح. صح. المفاهيم اللي انت شايفها غلط ومش قادر تغيرها في لضيق الماتشات او لضيق الوقت تقدر تغير منها. صح. الطريقه اللي انت عايز تخلي اللعيبه تلعب بيها ممكن تشتغل عليها في الوقت الحالي. عندك فرصه جيده لم تتاح ليك قبل كده انك تقدر تغير وتحط الفكر بتاعك. يعني كلنا بنقول ايه، مستر موسيماني معذور، اه هو جاب الفول مارك 4 بطولات في 4 بطولات ده موضوع كبير جدا. صحيح. يعني حاجه 100 100. صح. لكن انت عايز اداء برضو، تشتغل بالاداء بتاعك. فالنهارده فرصه مستر موسيماني انه يشتغل بفكره، انه يحط التاكتكس بتاعه، انه يخلي اللعيبه تتعود على الافكار بتاعته، انه يحط افكار جديده، وانه يصلح من الافكار القديمه. صحيح. واكيد زي ما قلت الكباتن الكبار قالوا ان برضو في مكاسب عديده استفاد منها.